وصيتي الأولى للعراقيين التخلي عن الطائفية والعرقية والدين والعشائرية والتمسك كل التمسك بالهوية العراقية. من يسألك من أنت؟ أجب عراقي. وصية إلى ابنتي صوفيا، حافظي على توازن العقل والعاطفة، أحبك. تخاف من الموت؟ لا. فكرت شلون ممكن تكون نهايتك؟ يراودني ما اعرف، هاجس دائما انه افكر انه انا دائما على مرتفع. هذا دائما يجيني، انه انا صاعد بالحلم على هائط عالي جدا، واكو شيء دائما تحت، فانظر الى واقعد، يسمونه نايت مير، كابوس. اقعد انه انا مرتبك وعرقان، ويتكرر هذا الشيء. يتكرر. لو عرفت انه هذا اخر يوم لك على الارض، شنو راح تسوي؟ سؤال صعب اجابته. لو كنت اعلم في لحظتها حيكون تصرفي، بس الان اجابتي مكفوله بذاك اليوم. ما اقدر اجاوب على هذا السؤال. حياه تعيسه لو موت صامت. حياة تعيسة لو موت صامت. موت هادئ. أكيد الموت بكرامة. طيب، وأنت بعالم الأموات، أول وردة تتمنى تنحط على قبرك من منو تكون؟ أعرف من الأسئلة عميقة كلش، بس من اللي يحبني. واللي هو أكيد بنتي. طيب، راح نتناول بحلقتنا مجموعة دوافع إنسانية يعيشها كل شخص، مو بس الفنان. أولها اليوم عندنا بحلقتنا الشهوة. حياتنا كلها كبشر عبارة عن شهوة، الجمع المال، الأكل، السفر، مليانة شهوات. أكثر شهوة سعيت لها بحياتك شنو كانت؟ اكتشاف كل مناطق العالم. سفر، حب السفر، حب الاكتشاف، حب اكتشاف الدول. والاستقرار؟ الاستقرار مو منهاجي أبدا، أحب أن أكتشف دائما، أحب أن أسافر. ضحيت وحققت هذا الشيء، ولازلت أطلب، وعندي بلان يعني قريبا بعيدا اكمل ما فكرت به وانا صغير. ضحيت بشغلك وبعائلتك وباستقرارك وباحلامك حتى حلم الهجره يتحقق، وحلم انك تسافر لبريطانيا. تستاهل كل هاي التضحيه؟ شوف، الهجره هي جتي مو مثل ما غيري نفذها. غيري نفذها انه فكر يروح لفلان منطقه. أنا لا، أجتني الحمد لله بطريقة step by step، جتني متدرجة، وهذا ما أحمد الله عليه.
أول مكان دخلت له بحياتي هو دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الهجرة العربية أفضل إلي، قضيت فيها من عمر 8 سنوات، كانت إلي مفيدة جدا، ومن خلالها تعرفت على باقي الدول. اللي اشتغلت خلالها شيء؟ اشتغلت بتلفزيون أبو ظبي، ومن بعدها اشتغلت بمحطات تلفزيونية في دبي بالفري زون كمخرج بروديوسر. مخرج بروديوسر. ابتعدت تماما عن الشاشة، الناس قالوا اعتزل. ابتعدت ورجعت اعتقد بسنة 2006، لا ابتعدت بشكل متفاوت وليس مستمر. يعني ترجع بعمل، تكتفي فترة ترجع بعمل. نفذت. كان ببالك فكرة الاعتزال؟ نفذت عمل أريد أكمل لك إياها الفكرة. 2004 فيلم روائي اسمه جميلة. هذا العمل من إخراج تحية إلى فيصل الزعبي، وحقق نجاحات كبيرة على مستوى العالم عن قضية الشرف. 2006 رجعت بسارة خاتون، فهذا كان التفاوت من خلال هجرتي الأولى. من بعدها من رحلت إلى بلاد الغرب، إلى بريطانيا، من هنا بدأ صار الموضوع أصعب. صار الموضوع يعني صارت المسؤولية أكبر، مسؤولية الغربة الحقيقية، لما تكون مع الغرب تختلف مع تكون مع العرب. إذا خيارتك صراحة اليوم أنك تستقر هنا أو ترجع لبريطانيا، شنو تختار؟ أكيد بلدي. هل شعارات له حقيقة؟ لا، أكيد بلدي هو الأهم. ما أخفي لك سر، أنا قبل يومين وصلت إلى بغداد، شاهدت، عندي فيديو راح أنزله إن شاء الله عن قريب، بي صار اهتزازات بإيدي من كثر الطيارة من نزلت وارتجفت من لاندنج، من سوت لاند على الأرض. العجلات مالتها يعني كانت كلش قوية. أنا وين حاطها على الشباك، لأن قاعد بصف أدور دائما الويندو الشباك، فحط الكاميرا وأصور أصور أصور شلون بغداد من فوق. هذا قلبي طلع من صدري إذا صح التعبير، والله العظيم. من خلال فرحتي ما أدري بنفسي، لا شعوريا، وراء إنجليزي قاعد المفروض تنتظر العلامة الأخضر للسيت بيلت، الحزام الأمان. اللي صار شنو؟ وأنا أصور ولا إراديا فتحت لهذا والطقة مالت الحزام هيك سوت، ويعني انفتح قبل الوقت، قبل ما انه المضيفة تقول لك افتح. فعيب يعني، على اقل تقدير انت جاي من حماسك من حماسي لهفتك، صدقا بالله من حماسي انه شلون نزلت ببغداد. ففتحتها بعدين قلت لا انا غلطت، ورجعت لهذه واستمريت اصور وايدي ترجف على الشباك. بنتك اليوم ما تعرف شي اسمه بغداد، ما تعرف شي اسمه العراق اصلا، عمرها ما زارته. لا، مولودة في بريطانيا، لكن حبها الأبدي والأزلي هي العراق. شنو تقول لها عن بغداد؟ دائما أذكر لها العراق يعني ككل وليس بغداد. أذكر لها العراق أنه بلد عظيم. دائما أروي لها الروايات، دائما أتحدث لها عن تاريخ هذا البلد العظيم، دائما أقول لها أنه هذا البلد هو اللي صنع الحضارات، هو صنع التاريخ، هو اللي صنع كل ما تقدمت به الدول. من خلال آخر شيء حاولت أن أقدمه إلها، رحنا شاهدنا فيلم ويل سميث على الدين، فقلت لها شوفي بغداد كيف كانت، فشافت الفيلم وطارت من الفرح ما تتخيل. ثم هم عندهم بالدراسات كيف يتحدثون عن المتسامية، أو بالإنجليزي اسمها اللي هي بلاد ما بين النهرين، مزوبوتاميا، شلون يتحدثون عنها. ومرات دائما وأبدا افتح لها على اليوتيوب، دائما افتح لها إنه شاهدي تاريخ هذا البلد، يهمك إنه بلدك، تعرف تعرف. فأحب إنه دائما تتعرف عليه وتكون فخورة. أكيد بحياتنا قرارات ترسم خريطة لمستقبلنا. أسوأ قرار اتخذته بحياتك شنو كان؟ أسوأ قرار اتخذته بحياتي يعني ما كان عندي قرار سيء، وإنما بس مجرد هذا
ما كان عندي لا نهائيا نهائيا ما كان عندي قرار يعني معناها حياتك كلها تحسبها بالورقه والقلم يعني لأنه ماكو احد ما يغلط عندي دقه شديده جدا لا منتهيه يعني شديده لان مصداقيتي دائما تسبقني اكره الكذب احب دائما الامور ترجع الى مكانها ودائما احب ان اكون تايدي يعني كل شيء راجع بمكانه يعني موقف تعدله قبل ما ممكن ترحل ممكن الهجرة شوية بعض ما لما أخذتني ممكن هذا بها شيء من الحزن اللي سببه لي حب جمهوري وكيف أنه دائما يسألني ليش ما ترجع ليش ما ترجع هذا يألمني وأريد أوجه جملة لجمهوري العزيز أنه مو بإيدي أنا غيابي مو بإيدي يعني الهجرة جتي بحثي عن ولاية شكسبير عن أمة شكسبير وأنا يعني قرأته وأنا كنت في 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 بداية حياتي في معهد فنون جميلة الظروف اللي مر بها العراق أدى إلى أنه صار توقف بالدراما توقف بالعمل هل تم تهديدك صراحة تم تهديدي لا ما صار هذا الشيء ليش طفنت أريد أتذكر موقف أنه بيتها بالتهديد بس أتذكر يعني في يوم من الأيام بس ما أريد أذكره يعني على التلفزيون يعني موضوع احنا جمنا نسمع هاي الأمور يعني كنت راجع بسيارة من معهد الفنون جميلة أنا وياي طالب جميلة فسايق التاكسي وإحنا راجعين أكو دواء الفلكة اللي هي فلكة ساحة النسور فمن ذاك الزمن كانت الحمايات الوزارات والوزراء يفوتون منها فالسائق كان بسيط سيارته بدل ما هم يقولوا له اطلع او اطبق على صفحة ووقف سيارته وقفت عطلت فما تتخيل الأسلحة جت عيني هاي بأي فترة يعني فترة 1994 او 93 يعني أنا ما قلت غير بس أشهد أن لا إله إلا الله وصديقي وكذلك يعني أتذكره ضياء أنور كان وياي طالب وياي معهد فنون جميلة أتذكر والله مشينا اللي قدام قالوا أنتم شنو وإحنا مستأجرين قالوا خلاص تنزلون تتمشون بس تديروا وجوهكم ورحنا ما عرفت من وراكم بس السايق راح ما أعرف راح ورا الشمس ما أدري يعني طيب ارتباطت مثل ما نقول على كبر يعني مو مثل العادي أنه أحد يتزوج بالعشرينات أو 18 سنة هذا غلط هذا مو العادي 16 ونص لا هذا الغلط يعني أنه 25 26 أنت لا تزوجت بعد الثلاثينات إيه تقريبا إيه طيب ليش تأخرت أولا وليش قررت تكون لك بنت واحدة مو أكثر سؤال جميل الزواج من يكون متأخر يكون ناضج أكثر يكون بتجربة يكون باكتمال نوعا ما إلى حد ما ليس 100% وإنما تكون عندك مدركاتك توسعت أكثر تفتحت أكثر لأن المرأة كائن صعب جدا انكسر قلبك قبل؟ ممكن فصعب أنه أنت لما تقرر الزواج تقرر أما عن موضوع البنت وجهة نظري بهذا الموضوع الفنان لازم يصير عنده واحد أنا بالنسبة لي لازم يصير عنده طفل واحد بنت ولد ليش؟ لأنه الفنان ملك الجمهور لما يكون عنده ملك ثاني يصيرون 4 أو 5 أو 6 يتشتت ما يقدر ينجز ما يقدر يبدع شهوة وجوع الشهرة اليوم يعتبروه هواي ناس مرض العصر الكل يريد يصير مشهور الكل يريد يصير أحسن من اللي هو سببها التكنولوجيا سوشيال ميديا قصدك سببها التكنولوجيا اللي تم تصرفها في أغلب الأماكن بالطريقة السيئة إيش قصر عندك جوع للشهرة بأي فترة نقدر نسميها حب للشهرة حتى تكون أحلى حبي للشهرة كانت بعد ما دخلت معهد الفنون الجميلة أول ما دخلت كان هناك عمل اسمه ذئاب الليل الجزء الأول تحياتي لمن قام بهذا العمل بين كل الكوادر من المؤلف إلى المخرج وإلى كامل العاملين والفنانين نطاني دفعة أنه
أكون أو لا أكون. تأثرت بي. تأثرت بي وأنا داخل إلى هذا المعترك عن طريق معهد فنون جميلة. دقيت أبواب وانسدت بوجهك حتى تكون ممثل وأنت موجود. لازم أدق أبواب. إذا ما دقيت الأبواب ما أصل. صرح فنان معين إنه إنك أنت كنت بديل إله بعالم ست وهي بدور عمرك. وقال إن الدور بالأصل كان إله وهو ساعدك إنك توصل هذا الدور وتأدي. صديقي العزيز اياد الطائي بين قوسين كان يتحدث عن العمل. تحياتنا إله طبعا. تحياتي له. كان يتحدث عن العمل لصديقنا فسألته قلت له شو الموضوع؟ قال لي اكو عمل يردون واحد بي أبيضاني أشقراني عيونه خضر يشبه فنانة سمر محمد تحياتي لها. حصلت التليفون اتصلت بالراحل الله يرحمه فاروق القيسي وتم اختباري لمدة 3 أشهر ومن ثم كان لي النصيب وأخذت الدور. وأخذت الدور بدون ما كان إلى أحد الفضل على وصولي إلى عالم الست وهيبة. يعني إذا أريد أشكر أشكر صديقي العزيز إياد الطائي لانه هو كان يتحدث بالموضوع قدامك يعني فهذا اللي فهذا كنت انا يعني بالمحظوظ يعني طبعا تحياتنا لله والحمد لله على السلامه. ممكن إليك. كان غير اياد ممكن كان يكون حضرتك بتكون تتحدث بالموضوع انا قبل ما انا ولد واخذ واخذ المعلومه يعني المعلومه ما تجير يعني المصادفه هي اللي ما تجير لشخص معين وانما تجير لجرأتك. من فاز باللذاتي شلون من كان من فاز جسورة. طيب إذا قلنا اليوم النجوم بالعراق نجوم الصف الأول اللي موجودين اليوم وأنت نزلت وياهم بعمل وأنت راجع وكنت تارق قبل سنوات تقبل اسمك يكون وراهم؟ خلينا نحكي على الشباب. من حرصي على اسمي وعلى المكان اللي وضعته وعلى رصيدي الفني دائما أحب أن أكون في المقدمة. خلاف قبل على اسم صار خلاف انه انا اريد اسم هنا ابدا هم يقدروا ابدا. في بداياتي كنت في مكان يعني عالم ست وهيبة اكيد بالبدايات كنت في مكان يعني ما تتخيل. انا احكي بعد النجوم يعني مثلا بعد ما خلص عالم ست وهيبة صارت الاسماء كنت بعدني كنت لازلت انه ابحث عن اسمي ولازلت ابني في اسمي. بس بعد ما رجعت في سارة خاتون من بعد سارة خاتون سألت وتوفقت يعني كان في مكان معين محترم. بعد سارة خاتون لا اختلف الموضوع. ممكن يجي ونشوف صرت أبحث عن اسمي. يعني اليوم معايير وجودك بالعمل تعتمد أولا على الاسم؟ لا تعتمد على لما أقرأ النص شلون اختاروني من رشحني للدور. من أقرأ الدور وأعرف أن الدور هو محوري وأن هو يكون يعني المحور مؤثر المحور هو الكل بالكل يعني مستحيل تطلع دور مو بطولة. من بعدها أبتدي بالخطوة الثانية أنه أبحث عن اسمي وأبحث عن أجري وأبحث عن باقي التفاصيل الأولويات. طيب أنا سمعت أنه اليوم عندك عمل جديد نسوي بغداد صح لو لا أكون عملين عمل لازال المحاورة والاتفاق عليه وعمل باقي له شعرة. أفلام لو مسلسلات لو شنو؟ والله أعتقد الاثنين أفلام أعتقد الاثنين أفلام. حلو راجع السينما إيه بس راجع بطريقة جميلة راجع بطريقة مع ناس أيادي أمينة أعتقد ابتدوا أصدقائنا يوعون للقصة أنه السبونسر ويجيبون يسوقون بشكل صح تسويقها ويجيبون الناس اللي يدفعون الصح ويدفعون بطريقة منطقية يعني لإكتمال الفيلم. يعني احنا نبحث عن شيء عن منجز ممكن نتنافس به عربيا وليس بالعراق. من العالم الآخر اللي احنا موجودين به هسه إذا قلت لك ترجع لحظة واحدة للحياة لحظة واحدة شنو راح تشوف بيها شنو راح تسوي بيها؟ إذا أريد أرجع للحياة بلحظة واحدة أسويها طبعا لحظة مبالغ بيها خلينا نقول ساعة واحدة ساعة واحدة
أكثر شيء أنت تحب تسوي شنو؟ راح تفتقده إذا فترة طويلة ما سويته. سؤال صعب، صعب جدا. حياتك اليومية، شغلك؟ أحاول أن أطلع على التلفزيون وأتحدث لمدة هذه الساعة بكل صراحة والحقيقة المرة. أكو حقيقة مرة؟ وبدون أي قيد أو تخوف، لأنك ميت ميت. طيب، عندنا فقرة هسه اسمها أشخاص من العالم الآخر. أريد شخص متوفي تتوجه لكاميرتك وتوجه له كلمة، تكون كلمة ما قلت لها هو وعايش، كلمة اليوم حاب تقول لها. كلمة توجه لكلمة أختي. شنو تقول لها؟ أقولها تمنيت لو مرة ذكر الله يرحمه. أنا جدا آسف، ما أريد أتعبك أكثر. آسف آسف، الله يرحمها. أعتذر أعتذر. كل مرة أقابلك بيها وأشوفك بيها أقول هاي ممكن تكون آخر مرة، لأنه تختفي. ممكن هاي تكون آخر مرة؟ لا، ما تكون آخر مرة إن شاء الله، لأنه إلا الموت إذا أخذني. بس لأنه اعتزازي بك الله يسلمك واحترامي لبرنامجك يخليني دائما متواصل معك ومع كل من محترم في برامجك. شكرا جزيلا، نورتني. حياتنا أقصر بهواية مما نتصور، لعبة نلعبها صح أو نضيع بعبثيتها. كنت وياكم ساري حسام من العالم الآخر.